من وين بدنا نجيب 4000 دولار؟ وهيدا من بعد اللي دفعه عامر خير. يعني ال 4000 دولار من بعد الخصم. ما تعتليهم. أنا رح أدفع كل شيء. أنت؟ هلا خليني أشوف شو رح يعملوا. قرار حكيم وليد؟ والله شو؟ أكيد قرار حكيم يا وليد. شو بدك يشرشحونا؟ خلي القاضي يحكم، خليهم هن اللي تشرشحوا. ما معهم يمشوا، بدهم يناطحوا راسهم براسنا. ليوتنان جديد. الو، ايه ليوتنان؟ القصة جدية معهم استاذ خير. مستلمها محامي ابو ضاي. ما بعرف اذا سامع عنه، الماتر محمد صالح. واذا كان محمد صالح مستلمها شو يعني؟ محمد صالح المحامي؟ مين يعني وليد بتعرفه؟ طيب ليوتنان، انا جاي لعندك. شو بو محمد صالح؟ استلم قضية العتر. وطلب كل التفاصيل عن تحقيق. بتعرف وليد؟ ولو مين ما بيعرف محمد صالح المحامي؟ هيدا من اشهر المحاميه بالبلد. كيف وصلوا له؟ هيدا استشارته مش تحت ال 5000 دولار؟ غريب يا عمي، كيف وصلوا له؟ هو كيف قبل يستلم دعوة هالشريشيح؟ رضي لانه انسان كبير ونصير المظلوم. المهم انتم ما تعتلوا هم شيء. وعرف انه نحن تاركين المستشفى؟ أنا خبرته. شو قال؟ مستحيل اسمح بتحريك خالد العتر من المستشفى أستاذ ربيع. بس يا أستاذ صالح، مستشفى مسرح الجنحة، مسرح الجريمة إذا بدك. ما بحرك خالد قبل ما يخلص كل شيء. والمصاريف؟ علي أنا. رح تبقى تحت العلاج يا خالد. وهون بس يا أستاذ. ما في بس. أنا بدي أربح لقضية. بدي تربحوا حقكم. هيك علمت ميسم بالحبس. فمش حلوة مطبق أنا اللي علمتها إياه. أنا تكفلت بكل شيء ومن بكرة بتوصل لهم الدعوة. وأنتوا هون معززين مكرمين. قربت أيامك يا عامر، أنت والست جمال. استاذ خير، أنا حبيتكم واحترمتكم. هيدا شعور متبادل ليوتنا. لا جد، حضرتك كنت واعي بما فيه الكفاية وجبت بنتك بإيدك لهون لحتى ما تعتبر متهربة من المسؤولية. مع أنه قاصر. سبب ما بيلغي المسؤولية. المهم هلأ الجماعة هيئتهم أخذوا الموضوع جد، وموكلين محامي بينحسب له كل حساب، الماتر محمد صالح. أنا كمان عندي محامي بنحسب له حساب اليوتنو. بعرف، وعنادك بنحسب له حساب أكبر أستاذ خير. بس وقتها الماتر صالح يجي شخصياً لهون ليتابع التحقيقات ويشوف الملف، معناتها الجماعة ما عم يلعبوا. لوين بدك توصل اليوتنو؟ مش لما نتبلغ الدعوة نتحرك؟ الدعوة إذا مشيت معناتها كاتيا رح تنحبس، ومش مجرد توقيف مثل ما كان صاير عندي بالمكتب هون. شوكولا وأشياء طيبة. فلا، إذا بدكم تتحركوا لازم تتحركوا هلا قبل ما تتبلغوا الدعوة. إلا إذا مش فارقة معك إذا انحبست بنتك أستاذ خير. كيف مش فرقانة معي؟ بلا فرقانة معي، وفرقانة معي كثير. وماني مستعد أبدا تتطربق الدنيا فوق راسي وراس بنتي. وأنا عامر خير. أنا عندي اسمي كمان يوتنا. ومش كرمال وحدة شرشوحة بدي أتبهدل. شرشوحة؟ هيدي المرة المشرعبة اللي طالعة بالعالي ومطلعة مع جميل العتر وعائلته. هيديك المرة عرفتها. عرفت اسمها؟ للصراحة لا، لا هي قالت اسمها ولا العتر قال لي. على كل مش مهم اسمها، بس قولك هي اللي بتعرفه للماتر محمد صالح؟ اوه علينا، محمد صالح، محمد صالح، شو ربنا هو استغفر الله. فيني اتعرف عليه؟ بقدر اجتمع فيه؟ بتقدر؟ لا ما بتقدر. بس لشو بدك تعرف عليه؟ حتى احكي معه؟ اتفاهم انا وياه؟ انت؟ ايه انا؟ لا، خلي وليد. انه انا حلف ناقص عمي؟ البابا ما قال هيك عامر، قصده عمي اللي معروف شو عم بحكي مع بيك. وبي عارف شو عم بيقول. محمد صالح مناور من الطراز الاول. انه وليد
الماتر وليد مناول من الطراز الاول؟ معالي الوزير، استاذ عامر اذا بتريدوا. انا بفهم محمد صالح ومحمد صالح بيفهم علي كثير منيح، بس هلا ما بنقدر نواجهه قبل تبليغنا الدعوه. ليش لا؟ لي ما بنستبق الدعوه، هيك قال لي اليوتنون. ضروري ننطر المباشر لحتى يجي يبلغنا. ليه ما بنحل على البارد؟ بيضعف موقفنا، بفكرونا خايفين. انه نحن مش خايفين يعني؟ اكيد لا. انت مش خايفة على بنتك جمال؟ شو نحن قدام قضية بنت متخانقة مع شاب بالمدرسة؟ او قدام قضية بنت عمرها 17 سنة بدهم يحبسوها ويكسروا لها راسها؟ شو عمي؟ مش قضية حفيدتك؟ بنتي؟ شو مات؟ اليوتنا صار صديق العيلة وعم بيحكي مع كاتيا وبتحكي، بيبعت وراك بتجتمع فيه. بعت وراي لحتى يقول لي عن قضية محمد صالح؟ ما بعت وراي لحتى يسألني عن نمرة قشرة البنت أو أي لون بتحبه؟ لوين بدك توصل عامر؟ احمي بنتي، مش فرقاني معي إذا قوي موقفنا أو ضعف، فرقاني معي كاتيا. وإذا بدكم رأيي، أنا كنت ضد توقيف الدفع بالمستشفى عن الشاب. إنه بدك يقضونا ونحن عم ندفع عنه؟ ينفلقوا هن وعلاجه، أنت عملت اللي عليك وزيادة. كان فيني كفي أعمل اللي عم بعمله، كان بيكون موقفنا أقوى. مش القاضي ما بيشوف بالعيون؟ ما بيشوف إنه عامر خير وبنته ما تهربوا من المسؤولية؟ ما بيشوف إنه القضية نكاية مش حق؟ هيك كان بيكون موقفنا أقوى. وتليفون البابا أقوى من الكل، ما هيك بابا؟ خلوني أتصرف. شو يعني؟ ما بيعني شيء، عم بقول لك اتصل فيي وبده موعد. حتى شو؟ ما بعرف. استاذ محمد هلا رشيد خطار جدا لكاتيا، اتصل فيك وما بتعرف لشو؟ يمكن بده يحكي بخصوص حفيدته القتلية. شو بكي؟ سلامتك استاذ. تأخروا بالعشاء. خليك عم تطلع فيي استاذ. ما بينشبع. يعني ناوي على التفاوض. ماشي يا معبود، خليني افهمك شغلي. طريق الحياة مش كلها دغري. في كواع، في طلعات وفي نزلات. حتى بالمبادئ؟ المبادئ بتختلف ميسم، يمكن مبدأك غير مبدأي. بنحكي، بنتناقش، بنتفاوض، بناخذ وبنعطي. أنا وحضرتك عنا مبادئ، بناخذ وبنعطي. بس رشيد خطار ما عنده. رشيد خطار بياخذ إذا أنت ناوي تعطي. بياخذ وبس. أستاذ محمد، ما تخزلني. حضرتك قدمت لي كل شيء وبعدك عائلة العتر وأنا متكلين عليك، فما تخلي رشيد خطار أو أسيد رشيد خطار يضوي بحديدك. حلوة هيدي شعرة يا محتالي. الله يسامحك أستاذ، إنه حدا بيحكي بالأسيد بمية النار بيكون شاعر. تأخر. وصل. ما قصدي العشاء. أهلا حضرة الرائد، استعوقناك. كيفك ميسم؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ سمحت لحالي أعزم الرائد معنا على العشاء. شو رح ينبسط اللي رح يشوفكن معي، أو بالأحرى يشوفني معكن، إنه حضرة المحامي الكبير ورائد كبير عم بيتعشوا مع خريجة حبوسة. من جهتي أنا ما عندي مانع، ما بعرف من جهة الرائد شو. يا ريت فيي ارجع ردك على الحبس تضلي حدي وشوفك وقت اللي بدي وقول لك اني بحبك. الله الله على الغزل الجنائي. مين قال لك وقت كنت بالحبس كنت تشوفني الساعة اللي بدك؟ مش مزبوط هذا الحكي. استاذ محمد ما بيزهق. حدا بيزهق من حب عمره؟ انا عندي فكره. فكره شو؟ ما رح امشي بالقضيه الا لمن. لا، شو عرفك بالاول شو بدي اقول؟ بدك ياني قول نعم.
عنا نحن الإسلام ما في نعم ست ميسم، في زوجتك نفسي. وحياتك وحياته، لو نفسي بإيدك انزوجته إياها. نفسك بإيد حقدك ميسم. حقي مش حقدي زياد. ما هو حرف الدال يلي مضيعك بين حق وبين حقد. يعني كتر خيرك إذا منك عم بيطلع هيدا الحكي، شو بنطر من غيرك؟ أنا عم بحميكي من حالي. وأنا عم بحميك من حالي. أستاذ محمد، شو باين بعد ما طلبت له أكل للرائد؟ لك أكيد رح أطلب له، أكيد. ماتر، شو على غير عادي كتفوتي؟ شو عم تحضر؟ تحضر معي. من 20 سنة جمال قلت لك اللي بيزرع الريح يحصد العصف. انت انصورتن هو؟ عن شو عم يحكوا؟ الموضوع انتهى. وعجيب سيرة هذا الفيلم قدم حدا. ليه؟ لأنه وعدت أمك وبيك إني أمحيه. لعن أي مرة عم يحكوا؟ ما بعرف. طب طفيها. أنا خايفة شادية. من شو خايفة كاتيا؟ ما قال جدك رح يتصرف. في سؤال ما عم بيروح من راسي، ما بعرف إذا أنت كمان. أي سؤال؟ ليه هالمرة بالمستشفى بتكرهنا هالقد؟ قولك قولك هي المرة اللي عم يحكوا عنها بالشريط؟ ما بعرف. ما اعتبرتك مسؤولة عن كل شيء صار مع الصبي. أوكي، أنا زعلت وحياتك زعلت كتير، بس إنه ما بدها هالقد. حقدها كان كبير، كبير كتير. أول شي كانت لطيفة ومنيحة، بعدين صارت مثل دراكولا. يا بي، كنت رح تهجم تاكلنا. شي طبيعي. ما زال شي طبيعي، ليه أنت نرفزت وقلت لها بدي دعوسك مثل الوردات؟ ما بعرف، استفزتني، حسيت هيك هيك كان شعوري بوقتها، ما بعرف. يعني بتخوف. ما بعرف شو حسيت. في شي بعيونها ما بعرف فسره، حقد، كره، انه لو امه للصبي كانت بتضلها ارحم علينا. بعدين ليش البابا قاعد يسالنا عنا وشو قالت وشو عملت؟ وخصوصا معك انت. ما بعرف. ما بيهمك تعرف؟ انه عادي. من حشرية المخرج. حشرية المخرج ولا انت بدك تعرفي؟ انا حسيت انه خالد كان بده يصالحنا وهي اللي ما بتقبل. خايفين من الحبس كتكوت؟ ما تخافي. بكره الضابط بيحبسك بقلبه، قصدي بمكتبه. ما عم بمزح معك شادية. طيب خلص تكرم عينك، حشرية المخرج رح تتحرك. تعال قومي فوتي نامي. قومي. جود نايت. نوصل. شو يعني؟ يعني كل الطريق ما حكيتي ولا كلمة. الله يخلي اللي سكتني. شو في لي وقفت؟ ميسم أنا بحبك، واللي بيحب يخاف على حبيبه حتى لو كان حبيبه راسه حجر وانت راسك حجر. طعشة بقضية ما بعرف لوين بدك توصلي فيها. طلعت من الحبس من بين أربع حيطان ضيقين تعودت عليهم 18 سنة. العالم واسع مستعد يبلعك من دون تلعوس ومن دون ما يشرب وراك مي. أنا مش عم بعرف أنت عسكري ولا أبو ملحي. بشرفك زياد وصلني لأنه ما أجلد أتخانق معك. بعدين تعيت أقلك أنا عم وصلك هلأ على بيت رجال غريب مرته نايمة عند ابنه بالمستشفى. شو؟
شو يعني؟ يعني أنا بغار. من جميل العتر؟ مش رجال جميل العتر؟ بس أنا مش مرة. أنت مرة ومكترة. طالما هالشي مش حسيته جواتي يعني مش مرة. أساساً أنا مش باقي عندهم. رح استأجر شقة. من وين؟ من يلي أعطيتك إياهم شو ما خلصوا بعد؟ ربنا بعت غيره. من وين؟ ما ملحقت خبرك، وصلني بخبرك على الطريق. شو بدك تخبرني؟ شغلتين ما عليك. وحدة بشعة ووحدة حلوة؟ يعني ما بعرف إذا الأولانية حلوة، بس التانية أكيد إنها عاقلة. شاب بعده بالمستشفى، واللي رايح تجتمع فيه هو اللي رايح يتكفل بكل مصاريفه. إيه بس ما عم بلاقي حلاوتها بالخبرية متر. يعني ما عليك أنا عم خبرك إياها لأنه والخبرية العاطلة إنه ميسم عبود طلعت من الحبس. عرفت؟ أصلاً أنا ما كلفتك غير بهالمهمة متر. طلعت من 10 أيام. من 10 أيام دخلك متر مكان الحكم 25 سنة. حسن سلوك ما عليك، حسن سلوك والله. لا عمى، نحن بنشتغل بإيدينا وبإجرينا تنطلع سجين بموجب حسن سلوك وما بيطلع بإيدنا. مين وسطتها؟ ما بعرف. كل اللي بعرفه انه طلعت قبل 7 سنين من موعدها. عم تفكر بشي معاليك؟ عم فكر باشياء كثيره متر. فهمت عليك. شو بتحب نعمل هلا؟ بوكي ورد مع كرت صغير، الحمد لله على السلامة. ما رح نعمل شي متر. ربع ساعة بتجي لعندي جنين. شو مبين؟ محتلين لي مكتبي. سأل الله وقت اللي كان المكتب مكتبي أنا. كل المكاتب إلك رشيد بيك، ولا؟ كيفك وليد؟ والله بصير أحلى بكتير إذا بيطلع لي اللي طلع له لبيك. دملي يعني؟ البابا طلع له دملي وبتدفقي. إيه وأنا كمان. اضحك. كبر له براسه بعد للمتر. وليد مثل ابن بدي. فهمت يعني؟ مثل خيي. فهمت يا خيي؟ فهمت. وحياتك فهمت جمال. بس كنت عم بمزح. هي والله نيالك يا عامر خير على هالوفا كله. إذا خلصتوا اجتماعكم يكون الله معكم. أنا عندي شغل مع جنين بعد 10 دقايق. جمال؟ نعم بابا. في شيء؟ نسيت. شو نسيت؟ ما بعرف، كنت بدي أقول لك شيء ونسيت. طيب ليش ما خبرتك؟ بلحظة قررت ما خبر. ليه؟ لا بعرف. معك حق وليد، بكير بعد تعرف. طيب بركي فاجئتهم. لا هي ما عم بتفاجئهم. كمان معك حق. المهم نحن أنا وأنت نكون بالمصاد. دكتور ليش هالبنت بتضل مرعوشة هيك؟ شو بتسمي رعشتها؟ كيف يعني؟ يعني كل رعشة نوع وكل نوع فيه له اسم. المهم انت خلي لي عينك على ما يسمعك.
عفوا؟ اللي سمعته استاذ. انت تساعديني؟ بشو بدك تساعديني؟ بالقضية. مكتب طويل عريض بينغل المحامين وانت بدك تساعديني بالقضية؟ ليش بتعرفي تساعديني؟ لا يا استاذ لا، مش حلوة بحقك. بحقي انا؟ حضرتك استاذي بالقانون، وانا لما خلصت دراسة واخذت شهادة حقوق ما كان ناقصني الا اتدرب اعمل استاج، فاعتبرني عم بعمل استاج بمكتبك. يا بنتي اي استاج واي تدريب؟ ليش بعدك فياقة على دراستي؟ ما كان عندي شيء يلهيني جوات الحبس حتى انسى اي كلمة تعلمتها منك او من غيرك استاذ. غريبة هذيك الفترة، ما بعرف كيف سمحوا لك تدرسي جامعة وتعملي حقوق. حضرتك بتعرف مين السبب. المهم انت تعرفي قد ايه زياد جابر بحبك. هو اللي ساعدني بكل شيء. اشتغل لي حتى ادرس جامعة واقدم فحوصاتي واتعرف واتلمز على ايدين اهم مرجع قانوني بالبلد. مش لهالدرجة ميسان. واكثر استاذ وحياتك. انا ما بنسى اللي علمتني اياه، ما بنسى فضلك علي. وبنسى انك اشتغلت لي حتى كمان اتخصص اعلام بعد الحقوق. لهيك خليني ساعدك استاذ، خليني احضر اللوائح، خليني احس اني مفيده. الله يرضى عليك استاذ، ايامي طويله وساعات بتزهق. اعتبرني ميسم عبود السجيني، بعمل لك قهوه، بنظف لك المكتب، بحضر لك اللوائح. كيف هيدي بقى قهوه وتنظيف ولوائح؟ انت عارف قديش القضيه بتعني لي استاذ. لأنها بتعني ليك، ما بدي يكون اللي كيد فيها. تفرجي من برا لبرا. إنه بدك ياني ضل حدك بس ما بساعد ما بتدخل؟ بتقدري؟ بحاول. بتأمر استاذ. وهلا من الشبه ومن ايديك. بدك مدفور على اللوايح. لئيمة. الو يا بنتي هون؟ اكيد. وعلي الامان. برد. اشتقت لك. معقولين جنين؟ خديهم ولا بقيهم على الفساتين. معك حق مدام. معي حق لاني المدام هون او لانه اقتنعتي جنين؟ الاثنين سوا. خديهم معك على السال ولا بقيهم على المانيكانات هونيك، وهلا انا بلحقك. داكوغ. شو بك عامر؟ ليش موهول هيك؟ مسا مربوط طلعت من الحبس. يعني المرة اللي ممكن جدا. ما هيدا اللي ما عم بفهمه. يا هي يا مش هي. ما اللي شفته من وجهها الزفت تهيأ لي انها هي، بس مغيرة كثير. يعني هي؟ يعني ميسم طلعت من الحبس قبل وقتها؟ يعني هي اللي عم تحاربنا؟ يعني بدها تنتقم؟ كيف عرفت؟ سألت. شو بدها حتى أعرف؟ عرفت قبل بيك حتى. ما بتخيل. كيف يعني ما بتخيلي؟ من شوي كان هون هو وليد، وقبل ما يفل كان بده يقول لي شيء، وقال نسي شو بده يقول.
بس البابا لا بينسى شو بده يقول ولا بينسى شو بده يسأل. طب إذا عرف ليه ما بده يخبرك؟ ما بعرف. هيك لكان استاذ نديم، برافو، اخبارك بتفرح القلب. بالنجاح بتفرح القلب، بالنتائج العمليه الايجابيه بتفرح القلب استاذ صالح، بس بالمضمون بتبكي القلب، بتجرح القلب. الله يرحم الياس ابو شبكي. اجرحي القلب واسقي شعرك منه، ندم القلب خمره الاقلام. ايه لو عارف ابو شبكي شو رح يصير بمستقبل هالوطن وهالامه ما كان قال اللي قاله. الصدق بالجرح يا نديم، بالالم الحقيقي، بمصير امي، مستقبل شعب. الدم هو الاساس، مثل ما بيجري بالعروق ليعيش جسم الانسان، ممكن كتير وواجب كبير يمشي برات العروق، بالرمل، بالتراب، بالحجاره، لا يعيش أمي وطن. صحيح، معك حق. الياس أبو شبكي حكي عن الشعر، دم القلب خمرة الألم، بيسكر الألم وبيرسم بالكلمات، بيرسم واعي، بيرسم سكران، ما بيهم، هذا شعر. بينما الدم اللي عم ينزف من الناس واللي أنا عشته بمشاهدتي استاذ صالح ما بيقدر يرسم هو سكران أو مطفي، لازم يكون واعي، واعي كتير لا يقدر يقود شعب ويوصل فيه للحرية أو للموت. طالما عم تذكر الشعر ماتر صالح، الله يرحم أبو القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هيك ظهري من الباب للطاقة؟ عيد القهوة. عفوا استاذ، مش عارفه انه عندك ضيوف. واهم ضيف اذا بدك يا ميسم. وانت هاتك اهم مين عم بيشتغل تحت ايد محمد صالح. عفوا بس ليش؟ ضيفي القهوه حتى يخبرك. عفوا بجيب فنجان ثاني ولا بضيف حضرتك وبجيب لحضرته ال هات تقلي. انا ما بشرب قهوه، منيح هيك؟ عفوا بس باقي نعرف المعلومة اللي وعدنا فيها استاذ نديم. صحيح، ليش أنا أهم مين عم بيشتغل تحت إيد الأستاذ صالح؟ تفضلي قعدي. عفوا أستاذي، فيها تقعد؟ فيها تعمل اللي بدها إياه. تفضلي قعدي. شكرا. هذا السبب الأول، فيك تعملي اللي بدك إياه، قالوا الأستاذ. والسبب الثاني انه ولا مره كنت قاعد بمكتبه ودق بابه قبل ما تكون السكرتيره او السكرتيرات اللي ما بيندهنن الا بنتي بلغوا تلفنوا له وسالوه، فانت دقيت الباب وفتح لك هيك. انه هي هي القصه، انه فتح لي دغري صرت اهم وحده. وقليله ما القصه مع محمد صالح؟ انه بسيطه، كنت عنده طلب مني قهوه، رحت عملت قهوه ورجعت. فكرت كنت الوحيد اللي عندي هالبرستيج، طلعنا بلا جميلي. بالإذن لكن تشرفنا أستاذ نديم بركات ابن خيي. مات؟ هلا دوختها للمدام. ابن خيك ابن خيك؟ كيف هاي إنه بركات وصالح؟ بيو لا نديم اسمه ميشيل بركات. حزورة؟ بهالايام نعم حزوره، وحلها صعب
بس ايامنا انا وميشيل كانت ابسط من نكته صغيره. هو بي رضع من نفس الصدر، من صدر ميشيل الله يرحم ترابيتا، فصرت خيو لميشيل وميشيل صار خيي. وابن ميشيل بركات شو بيكون بالنسبه لي؟ ابن خيك. وبحبه مثل ابني، وهو بيحبني قد ما كان يحب بيو. كان الوالد توفى الله يرحمه، فما بقى لي بي، عم، صديق، مربي الا الاستاذ محمد. الله يطول بعمره. وعمرك. تشرفنا استاذ نديم. شرفي اكبر اذا بتعرف عليكي. ميسم عبود. هيدا الاسم واجمالا الاسامي هي القشره. مين يعني ميسم عبود؟ كيف مين يعني؟ اللي بتعمل قهوه. خلينا نخيط بغير هالمسلي. انت ثابت عملت القهوه، هذا احساسي. انا بهمني اعرف انت مين هون. بمكتب هالامير اللي كله ابوه واخوه وانسانيه. اساله بالاسم. مين هيدا عمي؟ هيدي أغرب إنسانة ممكن تلتقي فيها. هيدي أسوأ كابوس ممكن تحلم فيه. ما هيك عامر؟ ميسم عبود أصغر المخلوقات وأكبر المخلوقات. صغيرة جدا بتاريخها. ضعيفة جدا بإمكانياتها اللي تركوا لها إياها. قوية جدا بتصميمها لتحقيق هدفها. شو هدفها؟ شو بدها منا؟ لشو رجعت؟ لمين رجعت؟ حق على البابا اللي ما سعى يجيب لها اقدام حتى نخلص من شره. لما وصل لي طلبها لتدرس حقوق وهي مسجوني تفاجأت. ما في مساجين بيدرسوا؟ في بس حقوق. لمن عميل الكليه فتحني بالموضوع وقبلنا طلبها، قلت هلا رح نضيع وقت الاساتذه. طلع لا، وقتنا تعبى بذكائها وتصميمها وارادتها، وخصوصي وقتي انا. فيك تروقي بقى جمال؟ روق؟ عندي هيدي الخبريه وبدك ياني روق؟ أول مرة شفتها وقلت لك إنه يمكن شفت حدا بيشبهها، قلتي لي روق. خلص عامر، حشتي لي حدا بيشبهها بقى. هيدي هي. شو غيرها بنت الحرام؟ من أول مرة هي كانت. اطلب لي البابا وينه؟ خلي هلا يجي لعندي. ألو، مش جاي على السار. مش جاية مطرح. اطلب لي البابا، شوف لي وينه. ما قلت لي ليش كانت بالحبس؟ مش من حقي احكي عن شيء ما عندي كل معطياته. معقول محمد صالح عم بيقول هالحكي عن انسان محمس لها هالقد؟ من الاساس لا كنت محاميه ولا المسؤول عن قضيتها. لمن علمتها واشرفت على دراستها الجامعيه بالسجن كان صار لها اكثر من 8 سنين. ولا كان عندك الحشريه تعريف؟ نديم خلاص عمي، سالتني انا وخبرتك اللي بعرفه واللي انت لازم تعرفه. صاير بخيل. وانت صاير طميع. انا صحافي عمي، صحافي اعلامي. الخبر الكلمه القصه بتهبني، هيدي حياتي. بكفيك شغلك اللي اعطيك كل وقتك، بالناقص قصة صغيرة. قصة صغيرة عن مرة كبيرة، ما هيك انت قلت؟ هيك الربيع العربي عندك مزهر من الصغير للكبير. المهم يبقى ربيع وما يصير شتي. خايف من الشتي؟
ليش انت مش خايف؟ كم ميشيل بركات ومحمد صالح رضعوا من صدر ام وحده. بغض النظر ان كانت ام محمد، ام ميشيل، ام علي، ام معروف، شو بعرفني كمان. حلو الشعارات، حلو الثورات، هيك بتغير روتين، بتفتح الرواية، بتنعش باكسجين جديد. واللي احلى هو تطبيق الشعارات وتحصين الثورات. الله واحد عمي، وحياة الله الله واحد، وهن عاملينه مية. قريب ما تطول غيب علي. أكيد، ويمكن أتصل فيك أنا بهاليومين لأني مسافر على بغداد، في كم شغلة حابب أعرفها بالقانون الدولي. انتبه، بغداد خطرة. عواصمنا كلها خطرة، بس طالما في الله واحد بضل في أمل. يلا باي باي. شو يا ميسم؟ وين المجموعة؟ عم يتغدوا استاذ. وانتي ما بتتغدي؟ لما بجوع باكل. اللي مثلنا تعوا لعنا. وحضرتك هيك كمان لما بجوع بتاكل؟ هاد اذا جعت. ما علينا، سألتوا عني؟ خبرتوا عني استاذ؟ نوسي هالقد. خبرتوا اللي لازم يعرفوا. واللي لازم اعرفه منه عجبني كثير. شي يوم لازم اعرف اكثر منك انت ميسم عبود. انا صحافي والخبر حياتي. ما خبرك الاستاذ اني انا دارسه اعلام؟ غير الحقوق؟ شو صار هلا؟ علمي علمك. ابن خيي مزاجي اوقات. الله يخلي لك اياه. بتحب حضر لك شيء استاذ؟ ليش ما خبرتني؟ انه شو كنت ناطر؟ وانت كيف عرفت يا عامر؟ سألت عمي، سألت. من وقت ما لمحتها بالمستشفى وقلبي مش مطمن. بس انت بابا ليش ما خبرتني؟ يعني لو ما عرف عامر كنت لهلا بعدك خفية عني. انه هلأ عرفتي خفيت او ما خفيت، هلأ عرفتي. في شي زير رح بتشيليه من البير جمال؟ ليش عم تحكيني بهالطريقة بابا؟ لانك عم تعملي من الحبة قبة. اسمعوا هالحكي، ميسم عبود طلعت من الحبس حبة عم بعمل منها قبة. شو عامر؟ تفضل جاوب عمك. أكيد لا، في خطورة كبيرة يا عمي. خطورة شو عامر؟ ولا بابا لو ما كنت شايف في خطورة كنت خبرتني ومخفيت عني. رجعنا للموضوع ذاته، ما معقولة أنت جمال لما بتعلي على شغله. ما بعرف شو في براسك بابا، بس بعرف هي بنت الحرام شو في براسها. ميسم عبود طلعت حتى تنتقم، وما رح يرتاح لي بال ولا اطمن الا لما اشوفها يا ميتي يا باحسن الحالات رجعت على الحبس. طالما هي برات الحبس مستقبل عائلتي بخطر. عمي جمال معها حق. وبنظركم بلش انتقامها؟ اكيد عمي. اذا كانت هي المره تبع المستشفى يعني كل التعنت عند جميل العطر بسببها هي، ومحمد صالح وصل على القضيه بسببها هي. اف، هالقد هالمرأة إيدها طايلة؟ إنه شو ساحرة هي؟ قادرة توصل لمحمد صالح أكبر وأهم محامي بالبلد، وقادرة تمنع القدر المعتر من إنه يمضي على تنازل ويقبض له قرشين مضاف. ما هيك هيك المحكمة ما رح تحكم له أكثر من هيك. عن جد هالمرأة ساحرة. هيدي المرأة شيطان. شوف كيف بدك تخلص منها. أنا مش مستعدة أحط رقبة عائلتي بين إيديها. خلوني أتصرف. خلوني بلش خطوة خطوة. المهم انتو تروقوا وتتروا، واهم شي ما تخلوا شادي وكاتي يلعبوا.